ومن العلامات الصغرى للساعة كثرة شرب الخمر، كما جاء عند مسلم: إن أشراط الساعة أن يشرب الخمر. وجاء عند أحمد أن شرب الخمر يغيره أهل ذلك الزمان باسم يروج له، وهذا من قلب المفاهيم، يسمونها بالمشروبات الروحية، وهي في الحقيقة ليست روحية، لأنها لا تصفي ولا تغذي القلب، إنما توجعه وتوجع الروح. قال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد من حديث عبادة: لتستحلن طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها.